يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمصاب بالعين إذا غلب على ظنه أو شك في أحد بأنه هو الذي أعانه أصابه بالعين أن يطلب منه ماء ليقرأ فيه، مع أن هذا قد يسبب بعض الحقد؟ إذا كان يسبب بعض الحقد ما يطلب منه مباشرة، يروح لواحد يوصي لواحد يقول أنا مسخن أنا في كذا وبيك تقرأ لي، ولا يدري وما يدري عن أصل المسألة، يتجنب ما يثير. نعم.